بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، هذه آخر محاضرة في اليوفي. إن شاء الله نكون بهذه المحاضرة قد أكملنا منهج ومحاضرات تقنية اليوفي فيزيبل. بالمحاضرة السابقة حكينا عن المركبات العضوية اللي عندها أنظمة باي، بمعنى لها عناصر مزدوجة متعاقبة، وشفنا تأثير ذلك على امتصاصية هذه المركبات في اليوفي. اليوم عندنا طبعا هذه مركبات غير مشبعة بها أنظمة باي، يعني بها عناصر مزدوجة متعاقبة. اليوم عندنا أيضا أنظمة نظام باي اللي يحتوينا على عواصر مزدوجة، لمجاميع الكربونيل، عواصر مزدوجة لمجموعة الكربونيل في حالة تعاقب مع كربون كربون دبل بوند. شوفوا هذه عواصر مزدوجة. هنا أيضا عندنا هذا النظام، هذا نظام باي وهذا نظام باي. هاي الكربون أكسجين دبل بوند بين الكربون والأكسجين، أوكي. هاي كربون كربون دبل بوند، هاي بين الكربون والكربون. هذا النظام المتعاقب، يعني هذه عصرة مزدوجة بين الكربون والأكسجين متعاقبة مع عصرة مزدوجة بين الكربون والكربون. نريد نشوف شنو تأثيره. احنا سابقا ذكرنا انه من يكون عندنا تعاقب، طبعا هذا موجود وين؟ هاي الأنظمة موجودة في ما نسميه بالكربونايل كومباوندز، او بالحقيقة بالالفا بيتا انساتشوريتد كربونايل كومباوندز. تلاحظون اذا هذا نظام باي، وهنا عندنا ايضا عندنا نظام باي، هنا مجموعة كربونيل وهنا مجموعة كربون كربون دبل بوند، وهذا هو النظام الوسط بيناتهم اللي يضمهم الاثنيناتهم، يضم هاي العاصرة المزدوجة ويضم هذه العاصرة المزدوجة. خلينا نشوف قبل ما نروح الى التعاقب، يعني قبل ما تتعاقب العاصرة المزدوجة للكربون والأكسجين مع هذه العاصرة المزدوجة للكربون كربون، شوف شو النظام شو كان شكله. يعني هذا مثلا على سبيل المثال، فهنا عندنا باي بهذا الزوج الإلكتروني، وهنا عندنا باي ستار هذا الأوربيتال الجزيئي اللي سينتقل إليه الإلكترونات عند إثارتها بواسطة امتصاصها لطاقة. جيد، هنا نجي على هذا ايضا شو يصير به. هذا عندنا نوعين من الالكترونات، عندنا الكترونات باي اللي هي بالعصر المزدوجة، وعندنا ايضا الكترونات ان هي الغير مشتركة. ولنلاحظ هنا مثلا عندنا هذا باي اللي مشغول بالالكترونات، وهذا ان ايضا بزوج الكتروني، وهذا باي ستار اللي هو أوربيتال جزيئي فارغ. فمن الإلكترونات تنتقل من هذا الباي إلى الباي ستار، وهذول الآن ينتقلون إلى الآن ستار كما ذكرنا سابقا. أو نفس الشيء بهذا النظام، اللي ينتقلون الإلكترونات ينتقلون من هذا الباي إلى هذا الباي ستار الفارغ. إذا تلاحظون بهذا النظام شو اللي صار، يعني وراء ما صار هذا التعاقب بين مجموعة الكربونيل هاي مع هذه العاصرة المزدوجة، صار عندنا هذا النظام. شوفوا هاي الباي، يعني الباي هنا، وهاي الباي هنا، الباي هنا والباي هنا. طبعا مني راح يصير بيناتهم تعاقب، صار عندنا 2 باي سيستم، صار عندنا 2 باي سيستم.
يعني صار عندنا هاي باي 1 وهاي باي 2، وصار يقابلهم ايضا عندنا هذول اللي مؤشرين بالاخضر. طبعا هذول اللي مؤشرين بالاخضر يعني هذول صار بهم سبليتنج نتيجة هذا التعاقب، هذول صار بهم سبليتنج الى باي 1 وباي 2. وبنفس المقابل نلاحظ انه الغير مشغولة صارت عندنا باي 3 ستار هذا الأحمر وباي 4 ستار هذا الأحمر أيضا. إذا تلاحظون طاقة هذا الباي 1 صارت أقل من طاقة هذول الاثنين، طاقة باي 1 هذا الأخضر صارت أقل من طاقة هذول الاثنين الأحمر. أوكي، هذا أول واحد. والثاني صارت طاقته وهذا الأخضر هذا باي 3 عفوا باي 2 صارت أعلى من باي هاي ومن هذه الباي. تلاحظون هنا عندنا باي ستار 3 صارت طاقتها أقل من هاي الباي ستار وهاي الباي ستار هنا عندنا أيضا. شوف هاي الباي ستار الأحمر صارت طاقتها إذا هنا أقل من هاي بقليل، ولكن هنا مبين واضح الفرق بيناتهم. ماشي، اذا الباي 4 صار طاقته اعلى من هاي الباي ستار ومن هاي الباي ستار، يعني هذا الباي 4 ستار صار طاقته اعلى من هاي الباي ستار واعلى من هاي الباي ستار. ايضا هذا صار بي سبليتنج، يعني الباي ستار صار بي سبليتنج المن وهنا باي ستار وهنا باي ستار صار بي سبليتنج إلى باي 3 ستار وإلى باي 4 ستار. ولذلك قسم من الأوربيتالات غير المشغولة ازدادت طاقتها وقسم من عندها قلت طاقتها قياسا بالأوربيتالات الجزيئية الأصلية. أوكي، من اللي بقى عندنا ما تغيرت طاقته هو هذا الزوج الإلكتروني، هذا الزوج الالكتروني. طبعا السبب ليش؟ لان هذا الزوج الالكتروني غير داخل في التداخل، يعني غير تداخل في الريزونانس او غير داخل في الريزونانس. لاحظه انه هذا الزوج الالكتروني ولذلك ما تغيرت طاقته. هذول الباي هنا هذا النظام باي بالعصر المزدوجه هاي والنظام باي بهذه العصر المزدوجه صار بهم سبليتنج الى باي 1 وباي 2 وتغيرت طاقتهم، واحد صار أقل واحد صار أكثر من هذولا الاثنين. فهذا اللي لازم ننتبه له بهذا النوع من الأنظمة، بهذا النوع من الأنظمة. طبعا هنا أكو فروقات، يعني تلاحظون وبسبب السالبية الكهربائية لذرة الأكسجين، يعني أكو فروقات في طاقة الأوربيتالات نتيجة وجود ذرة هجينة، وجود ذرة هجينة تكون لنا هذا الباي سيستم هنا في هذه الحالة. ذكرت في محاضرة سابقة أنه كيفية حساب، في محاضرة سابقة ذكرت كيفية حساب لمدا ماكس لهذا النوع من الأنظمة. أيضا نقدر نحسبها عمليا، نقدر نحسبها نظريا. فإذا النظام اللي عندنا، فالنظام اللي عندنا هو نظام غير مشبع من نوع ألفا بيتا أنساتشوريتد كاربونايت كومباوندز، أو طبعا الأنساتشوريتد ممكن تكون حامض كاربوكسيلية، ممكن تكون ألديهايدات، ممكن تكون كيتونات. فبالنسبة لهذا النظام نلاحظ هذا النظام
هذا تلاحظون هذا النظام عندنا، وعندنا هذا النظام اللي فوقه. هنا عندنا هذا النظام، هنا مجموعة الكربونيل، هنا آسرة مزدوجة، هنا آسرة مزدوجة ثالثة. شوفوا هنا هاي اكس، وعندنا الفا ممكن يكون متصل بالنظام، هذا الفا قياسا لمجموعة الكربونيل، وهاي بيتا ايضا قياسا لمجموعة الكربونيل، وهنا عندنا سيجما جاما عفوا، هنا جاما وهنا عندنا سيجما. فهذه مجاميع معوضة على النظام، اذا عندنا مجاميع معوضة على النظام. قد يكون النظام حلقي وايضا، وقد يكون النظام سلسلة مفتوحة، فأي منهما عندنا المجاميع المعوضة هي من نوع ألفا بيتا وجاما وسيجما إلى آخره من المجاميع المعوضة. هذا النظام، هذا النظام اللي هو البيس فاليوز مالته، هذا هذا 193، من تكون X هاي عبارة عن OH، شوف 193، من تكون X مجموعة الكايل، خلينا نبدي منها من الأعلى، عندما تكون X هاي X معوضة على هذا النظام ألفا بيتا unsaturated، تكون X عبارة عن H، هذا يكون عندنا 207 نانومتر. ومن تكون X الكايل أو حلقة سداسية راح يكون 215، يكون عندنا 215، ومتكون X OH أو الكايل يعني الكوكسي جروب إستر يعني معناتها هنا، راح يكون عندنا 193. خلاص هذا النظام راح نخليه ببالنا. شو نزيد اذا نريد نزيد هسه احنا طبعا ورا ما تعلمنا هذولا، شنو الزيادات اللي ممكن نسويها على هذا النظام، شنو الزيادات اللي نسويها على هذا النظام؟ اذا كانت عندنا آسرة اضافية مزدوجة، يعني عدا هاي الآسرتين، هذا هو النظام. فإذا عندنا آسرة مزدوجة، هذا هو منا لهنا، منا لهنا النظام، فهذه ستعتبر آسرة إضافية مزدوجة، ونضيف 30. إذا كانت عندنا exocyclic double bond، يعني حلق عندنا آسرة مزدوجة متعامدة على حلقة، نضيف 5 نانومتر، نضيف 5 نانومتر. إذا كان عندنا هومو أنيولار، يعني آسرتين مزدوجة في حلقة، نضيف 39. هذا بالنسبة للإضافات هاي، بالنسبة للإضافات إذا يكونون في مواقع ألفا وبيتا على النظام، ألفا وبيتا على النظام. إذا تكون في موقع ألفا مجموعة، نضيف 10. إلى مجموعة الكائن نضيف 10، وإذا كانت في بيتا نضيف 12، وإذا كانت في جاما نضيف 18، وجاما وما بعدها، وجاما وما بعدها نضيف 18. إذا كان عندي سي ال أضيف 15 في الموقع ألفا، وأضيف 12 في الموقع بيتا، لكن هنا ما عندي شيء بعد بالجاما، ماكو تأثير الظاهر. إذا عندي بي آر بروم أضيف 25 بالألفا بوزيشن، وأضيف 30 بالبيتا بوزيشن. إذا عندي أو إتش أضيف 35 بالألفا بوزيشن و30 في البيتا بوزيشن. إذا عندي أو إتش عفوا، إذا عندي أو الكايل أضيف 35 بال30، وإذا عندي O أسايل أضيف 6 بستة.
هنا طبعا هنا اضيف 30، هاي قلنا 35 35 بعدين 17 بعدين 31. اذا عندي ان الكايل اضيف 95، واذا عندي او اسايل اضيف 6 ب 6 ب 6 الى اخره. فهذه هي الاضافات. ايضا الاضافات الاخرى، اذا عندي السولفنت عندي ماء اضيف زائد 8، اذا عندي كلوروفورم المستخدم السولفنت اطرح 1 نانومتر، اذا عندي دايوكسين اطرح 5، اذا عندي ايثر اطرح 7، واذا عندي هيكسين اطرح 11، وان اذا عندي سايكلوهيكسين اطرح 11. نجي ناخذ امثله. تلاحظون من خلال هذا الجدول عندي هذا هنا الكمباوند المركب، وهنا عندي الأوبزيرفد يعني المقروءة بواسطة الأجهزة، وهنا عندي الكالكوليتد. لو نجي على هذا المركب تلاحظوا هذا المركب 1 2 3 4 5. هذا المركب عندي آسرة مزدوجة في موقع 3، إذا بنتين، وعندي آسرة مزدوجة مجموعة كربونيل باثنين on، أوكي؟ فيصير 3 بنتين 2 on، 3 بنتين 2 on. اللحظة هذا الأوبزيرف مالته 224، والإيماكس هاي 9750. الأساس بيش نبدي؟ الأساس هذا النظام نبدي بيه 215، نبدي بيه 215. من كانت عندنا أواصر مزدوجة شنا نبدي 214، يعني مو مجاميع كربونيل، فنبدي 214. هنا بيش راح نبدي 215. عندي في الموقع بيتا مجموعة الكين، نعم عندي هذا الموقع ألفا وهذا الموقع بيتا متصل به مجموعة الميثايل هاي، فأضيف 12 فيصير لي 227. تلاحظون هنا عندي 224، الفرق بيناتهم 3 نانومتر، إذا it's good، يعني الفرق لا زال مو كبير، فإذا حساباتنا صحيحة. نجي على هذا المركب، هذا ألديهايد. تلاحظون هذا ألديهايد 1 سايكلوهيكسين، هاي الحلقة 1 سايكلوهيكسين 1 كاربوكسالديهايد، هذا المركب اسمه هذا. هو هذا من سوينا له قراءة بالجهاز، قسنا اليو في مالته لقيناها 231، والإي ماكس مالته 13 و160 ألف. اوكي، هذا النظام قلنا قبل شوية نبدي من تكون هاي H نبدي 207. شوفوا هاي 207 هنا عندنا، هاي 207 بعولها شفناها قبل شوية هنا، هاي 207. اوكي، هاي تشبه هاي. اوكي، فمن تكون هاي H نبدي 207. جيد، اوكي زين. ميتين وسبعة. شو عندنا بعد نضيف؟ عندنا بالألفا بوزيشن شي، نعم عندنا هاي مجموعة الكيل بالألفا بوزيشن. عندنا بالبيتا بوزيشن شي، نعم عندنا موجود. إذا نضيف 10 بالألفا زائدا 12 بالبيتا فراح يصير 229. هنا عندنا 231 الفرق بيناتهم. 2 نانومترز it's good، يعني الفرق مو كبير. نجي على هذا الواحد سايكلوهيكسين 1 كاربوكسيليك أسيد. أيضا النظام هذا بيش يبدي؟ قبل شوية قلنا يبدي 109
من تكون عندنا مجموعة كاربوكسيل متصلة بعصرة مزدوجة يبدي 193. عندنا شيء بالألفا، عندنا هذا بالألفا مجموعة الكيل. عندنا شيء بالبيتا، نعم عندنا موجودة هاي منها. فإذا زائد 10 زائد 12 يساوي 215، وهو المقروءة مالته أو الأوبسيرفد 217. ميتين وسبعتاعش، وهنا عندنا طلعت النتيجة عندنا 215 مثل ما تلاحظون. إذا النتائج العملي والنظري متطابقة إلى حد كبير، الفرق بيناتهم 2 نانومتر. نجي على هذا النظام، هذا النظام أيضا ألفا بيتا أنساتشوريتد. ساعدنا هاي العصر المزدوجة موجودة في حلقة، هاي مجموعة الكربون اللي موجودة في الحلقة الثانية. فهذا النظام يبدي بالميتين وخمسطعش. شوف الأوبزيرفد مالته 241، وهاي نبدي بالميتين وخمسطعش. عندنا بالألفا شي، نعم هذا الألفا منا الألفا، يعني من نحسب ألفا نحسبها بهالاتجاه، ما يصير نحسبها بهالاتجاه. هذا مو ألفا بالنسبة للنظام، هاي الألفا بالنسبة للنظام. عندنا بالبيتا شي، نعم عندنا. إذا 10 زائدا 12، أوكي الأساس قلنا 215 زائدا 10 اللي هي نانومتر اللي بالألفا بوزيشن هذا، وعندنا هاي البيتا بوزيشن أيضا بها مجموعة الكايل نضيف لها 12 زائدا 5 اللي هي الإكسو دبل بوند. هاي الإكسو دبل بوند متعامدة على هاي الحلقة الثانية، ونضيف 5 فيصير 242. تلاحظون أنه الأوبزيرفد أو المقروءة أو اللي تم قياسها طلعت 241، في الفرق بيناتهم 1 نانومتر. نجي على هذا النظام اللي بعده، هذا النظام اللي بعده، هذا النظام، هذا نظام كيتوني غير مشبع. النظام هو هذا، هاي العصر المزدوجة مع المجموعة الكربونيل ويا هاي تشكل لنا النظام، ماشي؟ هذا هو النظام. هاي العصر المزدوجة وهذولا هذولا إضافيات، إضافيات، أوكي؟ هسا نجي نحسب هذا النظام بيش يبدي. خلينا نشوف وش قد لقينا الأوبزيرف مالته، وجدناها 288. نجي نحسب هذا النظام يبدي بالميتين وخمسطعش، جيد أوكي ما عندنا مشكلة. عندنا عصرتين مزدوجة هي في حالة كونجيجيشن مع النظام هذا، هاي وحدة وهاي الثانية، نضيف إذن 2 في 30 60، زائد كم عصرة مزدوجة عندنا إكسو على النظام على الحلقة هاي، هاي العصرة إكسو يعني متعامدة على الحلقة. زين هذا الألفا ما عندنا شيء، هنا الألفا ما عندنا شيء، البيتا عندنا، نعم عندنا، أوكي البيتا عندنا. نجي هنا بيتا قلنا عندنا، هنا جاما، هنا ما وراء جاما، وهنا ما بعد جاما، وهنا ما بعد جاما، وهنا كم الكايل عندنا؟ عندنا هاي وحدة مرتبطة بالنظام، وهاي الثانية مرتبطة بالنظام، وهاي الثالثة إيه هاي العصر المنفردة اعتبرها مجموعة الكيل لأنها متصلة بهاي الكربون، فيصيرون 3 في 18. إذا شو صار الحساب؟ الحساب كالآتي: 215 زائدا 2 في 30 زائدا 5 زائدا 39. فاتني أقول لكم 39 شنو هاي من جتي،
هذه بسبب بالإضافة إلى أنه ضفت 2 في 30 يعني 60، بس بسبب وجودهم هذول العصرتين المزدوجة في حلقة واحدة لازم أضيف النوب 39، أضيف 39 زائدا 12 اللي هي هاي مال البيتا، وزائدا زائدا 3 في 18 اللي هم هاي المجموعة متصلة بالنظام، هاي المجموعة متصلة بالنظام، وهاي المجموعة أيضا متصلة بالنظام، هاي أيضا متصلة بالنظام، فصار عندي المجموع 385، بينما اللي محسوب أو اللي observed هذا المحسوب، وهذا الـ observed اللي تم ملاحظته من خلال قراءة طيفي يوفي يساوي لي 288، الفرق بيناتهم 3 نانومتر. It's good، يعني الفرق مو كلش كبير، حساباتنا مضبوطة، ما عندنا مشكلة بالمضبط. نجي على هذا النظام الأخير، لاحظوا أيضا ألفا بيتا unsaturated، هذا bicyclic system، bicyclic، لاحظوا هذا، هذا bicyclic، هذا بيش نبدي 215 لأنه كيتون غير مشبع، نبدي 215، إذا كيتون غير مشبع نبدي 215. إذن يظل ببالنا أنه كل الكيتونات المشبعة الأساس مالتها نبدي 216، بينما الألديهايدات غير المشبعة بيش بدينا؟ بدينا 207. ضروري تميزون بين هاي كيتونات المشبعة غير، عفوا كيتونات غير المشبعة نبدي 215، والألديهايدات غير المشبعة نبدي 207، والحوامض الكربوكسيلية غير المشبعة من نوع ألفا بيتا أيضا نبدي 293. خلي أعيدهن عليكم، الحامض الكربوكسيلية الغير مشبعة من نوع ألفا بيتا نبدي 193، الألديهايدات الغير مشبعة من نوع ألفا بيتا نبدي 207، والكيتونات غير المشبعة من نوع ألفا بيتا نبدي 215. لو نجي على هذا النظام، احنا قرينا له الأبزيرد مالته 253، لكن خلينا نحسب، فأولا نبدي ب 215 ما عندنا مشكلة، زائدا 2 في 12، وين هال 2 في 12؟ خلينا نشوف وين ال 2، هاي ألفا ما عندنا بها شيء، مجموعة معوضة عندنا بيتا بهاي المجموعة معوضة، هاي مجموعة مثل، ومنها هاي مجموعة الأخرى المتصلة بهاي الكربون اعتبرها مجموعة، فصار عندنا 2 في 12 يطلع لي 239. شوف شقد اكو فرق يعني بين هذا وبين هذا، 14 نانومتر. اذا من الخطأ ان اقول انه هذا يخضع لهذا القانون، اكو عندنا مشكلة بالتعاقب، تعاقب مجموعة الكربون، صح هي من الناحية النظرية متعاقبة، ولكن من ناحية تعاقب أوربيتالات بي فهي غير متعاقبة، يبدو أنه كل واحد من عندهم موجود في مستوي معين، كل واحد من عندهم موجود في مستوي معين. هذه الصفحة أو الصفحة الأخيرة من هاي المحاضرة، الصفحة الأخيرة تلاحظون هنا عندي هذا المركب اسمه بنزوفينون، اسمه بنزوفينون طبعا بباي سيستم، موجود في الحلقة، موجود فيها مجموعة الكربونين،
موجود في هذه الحلقتين باي سيستم، وعندي الكترونات موجودة غير مشتركة موجودة على ذرة الأكسجين. فتلاحظون أني من أسوي هذا الطيف عندي انتقالين، نوعين من الانتقالات الإلكترونية. عندي هذا المنقط، لاحظوا هذا المنحني المنقط هو للباي إلى باي ستار سيستم. وتلاحظون لمدا ماكس، هنا عندنا لمدا ماكس، هاي لمدا ماكس، اوكي. طبعا تلاحظون انه اني عندي نعم عندي هذه هي لمدا ماكس هنا، وايضا عندي هنا لمدا ماكس نفس الشيء. اذا هذا الباي الى باي ستار سيستم. تلاحظون لمدا ماكس هنا تحدد تطلع لي بحدود 263 هنا، هاي اذا انزلها حدود 263 لمدا ماكس. اوكي، وتشوفون انه شدة الامتصاص كلش عالية، عادي شدة الامتصاص جدا عالية. هنا هذا عندي المحور لمدا، وهنا عندي لوج اي، ما عندي مشكلة لانه اي اذا اخذها تطلع لي ارقام كلش هائلة. فحاول اختصر هذه الارقام، اخذ لوج اي وما راح تفرق لي شيء بهذا الموضوع. لاحظ هذا الامتصاص هنا، تلاحظون هنا عندي امتصاص ضعيف، هو N to pi star، N to pi star. قلنا الالكترونات من تنتقل بهذا النوع من الأنظمة تنتقل أما من باي إلى باي ستار أو من N إلى باي ستار. وشوفون أنه هاي امتصاصات من نوع N إلى باي ستار دائما تكون ضعيفة، وعند أطوال موجية أعلى، عند أطوال موجية أعلى، لأن هذا الزوج الإلكتروني ما يحتاج طاقة عالية لإثارته إلى الباي ستار، ما يحتاج طاقة عالية لإثارته إلى الباي ستار، يحتاج طاقة أقل، بمعنى أنه أطوال موجية أعلى. ولذلك يعني إذا نقيس بهذا الامتصاص الباي إلى باي ستار هذا، نشوف هذا بإزاحة حمراء، بإزاحة حمراء. ودائما إحنا إذا عندنا مركبات بها هذا النوع من الأزواج الإلكترونية، شو نضيف لها؟ نضيف لها حامض، نسوي لها بروتونيشن، وبالتالي إذا اختفت هاي الامتصاص، إذا اختفى نقول إنه هذا اللي زوج إلكتروني على ذرة، هذا الزوج الإلكتروني غير، يعني غير مشترك، زوج إلكتروني لحالة، فنضيف له حامض، نسوي له بروتونيشن. فإذا اختفى بالUV نقول هذا الامتصاص يعود إلى الكترونات N، يعود إلى الكترونات N. فالفرق بين هذا الامتصاص اللي هو باي إلى باي ستار انتقال الإلكتروني 260، وهذا بحدود 350، هنا بحدود 350، فالفرق بيناتهم حدود 90، يعني 90 نانومتر، فاتس كوايت الوت يعني. هذه جزيئة اخرى تلاحظون، هذا بنزوفينون، هذا المركب اسمه بنزوفينون، اوكي. طبعا هو اللون مالته يلو، مسوي له يوفي بالبنزين. تلاحظون انه عندنا هاي عصرة مزدوجة وهاي عصرة مزدوجة وهاي عصرة مزدوجة، هذول في حالة تعاقم مع بعضهم. فالانتقالات الالكترونية اللي يصير من باي الى باي ستار يصير 242، وعندنا انتقالات الكترونية اخرى تصير من ان، يعني ايضا من باي الى باي ستار، عندنا نوعين
تصير تصير عند لمدا ماكس 281، ويصير عندنا انتقال الكتروني من ان الى باي ستار، من ان الى باي ستار. اذا تلاحظون الانتقال الاول مال باي الى باي ستار، شوف الاي ماكس مالته كلش عالية، بينما هذا الثاني تكون الاي ماكس مالته كلش قليلة. اثنيناتهم allowed، بس هذا يكون اكثر شدة، فاذا عندنا اثنين. لكن لو تلاحظون هذا الانتقال اللي عند 434 اللي هو n الى باي ستار forbidden، غير مسموح به، وشوفوا الليمدا ماكس الاي ماكس عفوا تكون بحدود 20، وهذا كلش قليل، يعني امتصاص غير مسموح به، يكون راح امتصاص يكون جدا ضعيف. لو نيجي هنا خلينا نشوف هنا، شوف هذا مركب نفسه، هذا 1-4 بنزوفينون، هذا 1-2 بنزوفينون، هذا كان لونه يلو، هذا كان شوف صار لونه ريد. يعني شو الفرق؟ يعني هنا الاكستنشن اطول، يعني الاعاقه قصدي التعاقب يكون اطول في هذا النظام، التعاقب يكون اطول في هذا النظام، ولذلك تشوفون عندنا امتصاص لمدا ماكس 390، واللي هي طبعا يعني اكيد هي هاي للباي لا باي ستار، وعندنا هنا 610، وشوفها ايضا ضعيفة، واللي هي الى ان الى باي ستار، ان الى باي ستار. ف هذا هو حقيقة، تلاحظون انه اليوفي قدرت يعني بهالطريقة هاي قدرنا نميز بين هذه الجزيئة، نعرفها اللي هي 1-4 لو 1-2، هنا عندنا 1-2، هنا عندنا 1-4 بواسطة اليوفي، عندما نشوف الانتقالات الالكترونية لهم ونقارنها بالجداول اللي موجودة عندنا في كتبنا او في محاضراتنا، نقدر نميز واحد عن الاخر. حقيقة هذه هي اليوفي، وأعتقد كانت ممتعة إلى حد ما، بسيطة، ليست فيها صعوبات كثيرة، نستخدمها دائما دائما نستخدمها للتمييز بين الايسومرز. هذولا طبعا هذولا تو ايسومرز، بالمناسبة هذولا تو ايسومرز، نقدر نميز بيناتهم بواسطة هذه الطريقة، ونقدر نستغلها لأغراض محددة نستفاد من عدها لأهداف معينة بان احنا كباحثين. شكرا، ونلتقيكم في محاضرات اخرى ان شاء الله.